عليكم، كيف دايرين؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. اصوم معكم لي كوكلي مع مارين، والصفه ديال السميده اللي كتجي رائعه. كيجي الطبق ماوي ورائع. الا جاوا عندكم الضياف ولا كان عندكم شي مناسبه، كيجيو تحميره الوجه. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم. دابا باش نوريكم كيفاش صاوبت لي كوكلي وعمرتهم بحشوه اللي جات بنينه وزوينه بزاف. وها نتوما معايا، هادو هما المكونات اللي عندي باش نصاوب الشرموله ديال لي كوكلي. عندي 6 لي كوكلي اللي غسلتهم بسكينجبير والملح وخليتهم حتى نشفوا مزيان كيف ما كتشوفوا معايا. عندي 3 ريوس ديال الثومه اللي حكيتهم، ومعلقه كبيره ديال السمن. عندي معلقه كبيره ديال جبير، معلقه كبيره ديال البزار، معلقه كبيره ديال الكركم. عندي 2 دامات ديال الزعفران. عندي معلقه صغيره ديال الملح حيت ما نكثرش الملح حيت لي كوكلي ديجا غاسلهم بالملح. وعندي الربيع، وعندي 4 البصيلات اللي قرطتهم مربعات صغار، والزيت الزيتون والزيت العادي. وهادو لي كوكلي كيف ما كتشوفوا معايا. غادي نبدا بالشرموله، غادي ندير زيت الزيتون والزيت وغادي نضيف القامه ديالي وغنصوب الشرموله. الا جاتني ثقيله الشرموله غادي نضيف عليها الماء، وغادي نجيب لي كوكلي ديالي وحده بوحده وغادي نشرملهم وغندخل فيهم القامه في الجوانب ديالهم باش يشربوها مزيان ويجي فيهم بنه القامه. الصراحه جاو غزالين وبنان بزاف وعجبوا عائلتي بزاف بزاف. كم تشوفوا كيفاش غادي نشرملهم وباش ندوز باش نصاوب الحشوه اللي غنعمرهم بها. وها نتوما معايا. شرملت لي كوكلي ديالي، غنخليهم حتى يشربوا لي قامه مزيان. قد ما خليتهم قد ما مزيان غنخليهم تقريبا ساعتين، وغندوزو باش نوريكم الحشوه اللي صاوبت باش عمرتهم بها. وها نتوما معايا. هادو هما لي زانغغيديون اللي اختاريت للحشوه اللي جات بنينه بزاف. عندي الكبيدات ديال لي كوكلي وشامبينيون اللي قطعته وبصيله حتى هي. عندي الزيتون مقطع كيف ما كتشوفوا معايا. عندي سكينجبير والبزار والكركم والزيت الزيتون بطبيعة الحال. انا كيعجبني نطيب زيت الزيتون حيت كيجي كيعطي واحد المذاق رائع في الماكله. غادي نحط زيت الزيتون على المقله وغادي نضيف المكونات كامله وغادي نخليهم حتى يتشحروا ويطيبوا مزيان ويتعسلوا مع بعضياتهم، ونرجع لكم. طيبت الشرموله، جبت لي كوكلي باش غادي نعمرهم. بغيت نوريكم واحد الطريقه اللي كنديرها باش الرجيلات ديال
لي كوكلي او الدجاج ما يتحلوش ليا في الطياب، ما كندير لا خيط لا بلاستيك باش نجمع الجيلات. كندير هاد الطريقه، كنشد هذيك الجليده اللي كتكون في الدجاج او الكوكلي، كنتقب تقيبه صغيره بالمقص كيف ما كتشوفوا معايا، راني كنوريكم كيفاش في لا فيديو. تقيبه صغيره ومن تما كنخشر الجيلات، وكونوا اكيدين انهم ما غيتحلوش في الطياب، وكيبقى المنظر ديالهم زوين بعد ما كيطيبوا، كيجيو المنظر ديالهم زوين بلا ما ديروا الخيط، حيت الخيط كاين اللي كينسى ما كيحيدش الخيط. طريقه سهله وزوينه، ما غادي تحتاج لا خيط لا حتى شي حاجه، غادي تحتاج غير مقص، غادي ديري تقيبه صغيره كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي تخشي فيهم الرجيلات في هذيك التقيبه، وكيبقاو هما ما كيتحلوش على ضمانتي. وكنتمنى تجربوها وغادي تشوفوا كيفاش غايجيو، غايجيو رائعين. ودابا غادي نبدا نعمر في الكوكلي من الوسط ديالهم، وغادي نحطهم في هذه القميله اللي حطيت فيها هذاك الطبيسيل باش ما يغرقوش ليا الكوكلي. كيف ما كتعرفوا الكوكلي صغيورين ما يغرقوش ليا في المرق. كيجي مزيان هذاك الطبسيل كيحميهم باش ما يتشتوش وما يغرقوش في المرق. انتما غادي تشوفوا كيفاش غادي ندير الطريقه، خليكم معايا. نحط القميله ديالي على العافيه مهيله، وغنخليهم حتى يطيبوا على خاطر خاطرهم، ما كياخذوش وقت طويل في الطياب، دغيا كيطيبوا. وغندوزو باش نوريكم السفه ديال السميده كيفاش صاوبتها، وهانتوما معايا. المكونات الاساسيه باش تنجح لكم السفه ديال السميده هو كسكسو رقيق. خاص يكون كسكسو رقيق هو اللي كيجي في السفه ديال السميده، حيت ما كيتكورش وكيجي زوين. عندي الزيت النباتيه والماء والملح. غادي نحط الكسكسو ديالي على الاناء، وغادي نبسبسو بالزيت والماء. وديجا راني حطيت البرمه ديالي اللي درت فيها الماء باش يغلي، وغادي مني نبسبس الكسكسو ديالي غادي نحطو على الكسكاس، وهانتوما معايا. ديالي باش طلع ليها التفويره الاولى، ودست باش نشوف لي كوكلي ديالي، لقيتهم بداو كيطيبوا كيف ما كتشوفوا معايا. بعد ما غادي يطيبوا غادي نحيدهم من القميله، وغادي ندير عليهم الزبده، وغندخلهم الفران باش يتحمروا، وغنخلي المرق باش يتعسل مزيان، وهانتوما معايا.
طلعت لي التفوره الاولى كيف ما كتشوفوا معايا، جبت الكسكسو ديالي اللي غادي نعاود ليه التفويره الثانيه، غادي نحطو على القصريه بهذا الشكل. غادي نوريكم واحد الطريقه الا جاكم الكسكسو سخون وما قدرتوش تقيسوه بيديكم اشنو تقدروا تستعملوا. بقاو معايا. طلعت لي التفويره الثانيه وبغيت ندوز التفويره الثالثه اللي هي الاخيره. غادي نسقي الكسكسو ديالي بالحليب ماشي بالماء. هاد التفويره الاخرى كنديرها بالحليب باش يجي المذاق ديال صفات السميده بنينه. كما كتشوفوا معايا هذه هي الطريقه اللي قلت لكم الا جاكم الكسكسو سخون ديروها. وغادي نسقي بالحليب وهانتوما معايا. بعد ما طلعت لي التفويره الثالثه وطاب لي الكسكسو ديالي كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نعسلو. عندي سكر كلاصي اللي صفيته بصفايه كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نجيب العسل حتى هو اللي غادي نضيفه. وغادي نضيف نيسلي اللي كيعطي واحد المذاق في صفة ديال السميده رائع، حليب مركز محلى. كيف ما تشوفوا معايا درت العسل. اللي ما بغاش الحلاوه كثيره يقدر ما يديرش العسل، يدير غير نيسلي وسكر كلاصي. كيف ما تشوفوا معايا غادي نضيف نيسلي بهذا الشكل. عندي الشماش والشريحه اللي عسلتهم، واللوز والزبيب حتى هما يا عسلتهم، والتمر معمر بالقرقاع، واللوز اللي سلقته وقليته وهرمشته اللي غادي نديرو وسط ديال الصفه، والتمر اللي معمر بالقرقاع. خليكم معايا باش تشوفوا كيفاش غادي نزين الصفه ديال السميده. الكوكلي ديالي بعد ما تحمروا كيف جاو كيف ما كتشوفوا معايا، غادي نستفهم في هاد الطبيصيل اللي استفدت فيه الخس، وهذه الدغميره اللي درتها في هاد الطبيصلات حتى هما. تزيان كيبقى اختياري كل والذوق ديالو. انا كنختار اشياء بسيطه اللي كنزين بها، اللي كتكون مختلفه ومغايره، كيجي الديكور زوين كل والذوق ديالو، كل واشنو كيعجبو. وغادي ندير الحامض مصير من الفوق ديال لي كوكلي وهانتوما معايا. Thank you.
الشكل النهائي ديال الاطباق ديالي، كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي وديروا لي ليجام، وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم ليا. حتى لا فيديو الجاي ان شاء الله، وصفه جديده. بسلامه.